احنا في سول ميديكال سنتر بيهمنا التميز في الاداء، وعشان كده اخترت كلاريتي 2 لانه بيضمن لي كفاءه عاليه وبدرجه امان كبيره. حتى اصعب حالات الشعره النحيله الضعيفه والحالات اللي بيكون عملت ليزر كتير والشعره تحولت الى شعره ضعيفه جدا، حتى في الحالات دي كلاريتي 2 بيقدر يقضي عليها. انا بجهاز الكلاريتي بقدر اخلص الجلسه في حوالي 30 دقيقه، كان قبل كده الاجهزه الثانيه بتاخد حوالي ساعه او ساعتين، فده بيخلي الحالات ما تقدرش تحجز الجلسه بتاعتها في اوقات تناسبها في وسط الاسبوع. بجهاز كلاريتي في اي وقت حتى في البريك تايم بتقدر تيجي تعمل جلستها، وده بيخليها تحافظ على المواعيد ما بين جلستين متتاليتين، وكمان حتى عدد الجلسات من كفاءه الجهاز كمان بتقل كتير. في جهاز الكلاريتي 2 ساعدني الذكاء الاصطناعي بوجود خاصية الانتلي تراك اللي هي بتضمن لي تداخل النبضات بشكل اوتوماتيك تماما، ازلنا العامل البشري بكل اخطائه، بما يمنع ضربات متكررة في مكان واحد بينتج عنها بقع وتصبغات وحروق. كذلك بيضمن لي تغطية كاملة للمكان المعالج بالليزر، ما بحتاجش اعمل بعديه ريتاتش.